السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في مادة اللغة العربية الصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني في قصة مغامرات في أعماق البحار، والفصل السادس المشهد الثاني بعنوان سعفان وشعبان. نظر عقلة الإصبع إلى أخته أماني، ولكن قبل أن يتكلم سمع أحد الرجال الذين في الزورق، يعني في السفينة الصغيرة أو المركب الصغير، يقول لزميله بدهشة: هل سمعت يا سعفان؟ هل سمعت الصوت الذي كان يتكلم الآن؟ قال سعفان: نعم يا شعبان سمعته. قال شعبان: لا أدري يا سعفان، وفي الحقيقة أنا حيران. وطلع أسامة وأماني فوق صندوق كبير، فهنا بيقول لك: هل سمعت يا سعفان؟ عمالين يكلموا بعض: هل سمعت الصوت؟ لأنهم لم يروا يعني هذين الشخصين، أو اللي هو عقلة الإصبع وأختها وأماني، لم يروهم لأنهم إيه في حجم عقلة الإصبع. فهنا بيقول لك أنهم يسمعوا هذا الصوت. قال شعبان: لا أدري يا سعفان، وفي الحقيقة أنا حيران. وطلع أسامة وأماني فوق صندوق كبير لكي يراهما سعفان وشعبان، ثم قال: نحن هنا فوق الصندوق الكبير. ثم حكى عقلة الإصبع لشعبان وسعفان قصة مغامراته. نكمل كده مع بعض. فقال سعفان: هذا أغرب شيء رأيته في حياتي. يبقى قال سعفان: هذا أغرب شيء رأيته في حياتي. وقال شعبان: هذا أعجب شيء سمعته طول عمري. يبقى قال سعفان: هذا أغرب شيء رأيته في حياتي. وقال شعبان: هذا أعجب شيء سمعته طول عمري. قال عقلة الإصبع: على كل حال هذه فرصة سعيدة، وسنستأذن الآن في الانصراف. يبقى بدأ عقلة الإصبع وأخته أماني يستأذن من شعبان وسعفان ويطلب منهما الانصراف. يبقى احنا كده عرفنا أن عقلة الإصبع وأخته أماني حكى لا سعفان وشعبان المغامرات في أعماق البحار، وقال: على كل حال هذه فرصة سعيدة، ونستأذن الآن في الانصراف. تشاور عقلة الإصبع وأخته أماني حول الرجوع إلى المنزل. كان يتشاوران في الرجوع إلى المنزل، يعني كل واحد ليه رأي، يا ترى يرجعوا للمنزل ولا لا. أماني كانت تريد العودة إلى المنزل، أما عقلة الإصبع فقد كان يريد الاستمرار في تلك المغامرة العجيبة. يبقى لما يجي يقول لك ما رأي كل من أماني وعقلة الإصبع بشأن العودة، أماني كانت تريد العودة، أما عقلة الإصبع فقد كان يريد الاستمرار في تلك المغامرة العجيبة. وهنا عرض شعبان على الأخوين أن يوصلهما إلى أي مكان إلى أي مكان، علشان إحنا عارفين إن هي عايزة تعود إلى المنزل، فهو عرض عليهم هذا الأمر. وفجأة اهتز الزورق اهتزازة شديدة، الزورق المركب الصغير، عندما مرت تحته موجة عالية. يبقى تاني، ما الأمر الذي عرضه شعبان على الأخوين؟ أن يوصلهما إلى أي مكان. ولماذا اهتز الزورق اهتزازة شديدة؟ عندما مرت تحته موجة عالية. أو ممكن يجي يقول لك: متى اهتز الزورق؟ عندما مرت تحته موجة عالية. فقد عقلة الإصبع وأخته أماني التوازن، فتدحرج من على الصندوق وسقط في البحر. عقلة الإصبع فقد التوازن هو وأخته، فتدحرج وسقط من على الصندوق. ننتقل إلى جزء المناقشة والسؤال الأول: ماذا عرض شعبان على الأخوين؟ أن يوصلهما إلى أي مكان. السؤال الثاني: اختل توازنهما، فقد توازنهما، وضح الفرق بين التعبيرين. الفرق بين التعبيرين: التعبير الأول يفيد اهتزاز التوازن دون الوقوع، يعني اختل التوازن
دون أن يقع الإثنان. أما التعبير الثاني فيفيد فقدان التوازن الذي يؤدي إلى الوقوع. السؤال الثالث، متى اهتز الزورق؟ عندما مرت تحته موجة عالية. يبقى نعيد كده الأسئلة تاني مع بعض. ماذا عرض شعبان على الأخوين؟ أن يوصلهما إلى أي مكان. اختل التوازن وفقد التوازن، إيه هو الفرق ما بين التعبيرين؟ التعبير الأول يفيد اهتزاز التوازن دون الوقوع، أما الثاني فيفيد فقدان التوازن الذي يؤدي إلى الوقوع. متى اهتز الزورق؟ عندما مرت تحته موجة عالية. ننتقل إلى سؤال المتفوقين، والسؤال هو كيف تتصرف حين ترى شخصا في الماء يتقلب كأنه يغرق؟ السؤال الثاني مع بعض، كيف تتصرف حين ترى شخصا في الماء يتقلب كأنه يغرق؟ تجاوبوا السؤال ده وتحضروا الإجابة في المرة القادمة. نتمنى لكم التوفيق في دروس قادمة وفي مشاهد قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.